إذن مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة دائما منطقة درب السلطان، الملتقى ديال زنقة 22 متفرع عن درب كبير وشارع أحمد السباغ. هاد النقطة هادي كتعتبر من النقط السوداء في المرور مدينة الدار البيضاء، وديما كتعرف هاد العقالة، وديما كتعرف واش الناس ديال الجماعة ما فكروش انهم يديروا الضو حمر هنا، ولا يديروا شي مضارة ولا شي حاجة باش تفك هاد المشكل اللي كيوقع يوميا في هاد المضارة. كما كنوجه النداء لرئيس فرقة المرور بمنطقة درب السلطان، رئيس فرقة المرور، انه يعين شي شرطي هنايا. ها هو الشرطي يلاه جا، ربما غادي تفك، لان راه ديما هاد المشكل قائم في هاد البلاصة. ديما المشكل قائم هنا، وما عرفتش علاش هاد الناس ديال الجماعه ما كيفكروش انهم يحطوا يديروا شي مضاره صغيره هنا اللي هادي، ولا يديروا الاشارات الضوئيه. هادي ديما معرقله هاد البلاصه هادي، كيكونوا هنا سيارات الاسعاف كيدوزوا من هنا، كيدوزوا بزاف ديال هادي وكيتعرقلوا وما كيقدروش يدوزوا. من حسن الحظ ان كيف شفنا واحد الشرطي راه التحق دابا، ربما غادي يفك هاد الشيء، واكيد غادي يفك. ولكن راه نداء حتى لرئيس هيئة المرور بالفيدا أنه يعين شي شرطي رسمي هنايا، يكون هنايا باش يبدا يفك هذا المشكل. راه أكثر من ساعة لما كانا وهذ البلاصة وهي متشابكة، اتصلوا بنا الناس كيقول لك هذ البلاصة راها نقطة سوداء في المرور بمدينة الدار البيضاء، وخصوصا بدرب السلطان الفيدا. إذا الحمد لله منين جا هذا رجل الأمن، كيف كتشوفوا هاهي بدات كتفك. شوفوا شحال ديال السيارات كانوا واقفين كيتسناو باش تحل هاد العقدة الطرقية. شوفوا شحال ديال السيارات كانوا واقفين، بينهم كيف قلنا سيارة ديال الإسعاف، هاهي حتى هي واقفة. المشكل ملي كتوقف الحركة ديال السير تما، كيوليو أصحاب السيارات معرضين حتى للسرقة. يعني إلا حليتي الشرجم بغيتي تنفس ولا بغيتي تكلم في الهاتف النقال، غادي تسخر لك لا محال. شوفو شحال ديال السيارات، نتمنوا هذا النداء انه يكون وصل للناس ديال الجماعه اللي مسؤولين على الجماعه الحضاريه اللي كتوقع هذه البلاصه في التراب ديالها وفي النفوذ ديالها. كذلك بالنسبه لرئيس فرقه المرور منطقه درب السلطان، باش ياخذ هذه النقطه بعين الاعتبار ويعين شي شرطي هنا اللي ينظم السير، لانها راها نقطه سوداء في السير في مدينه الدار البيضاء. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم. بارطاجيو باش توصل للمسؤولين.